السلام عليكم، نتمنى أمركم بخير وعافية، نتمنى تكونوا كاملين بصحة جيدة، إن شاء الله الحصة ديال اليوم غادي نخدمو فيها الكارديو، غادي نخدمو فيها التمارين ديال الحرق ديال الدهون، هذه الحصة كانت خاصة يعني بواحد المجموعة ديال التمارين اللي كتحرق الدهون بواحد الطريقة اللي هي سريعة جدا، الواحد السبب هو أنه كاين بزاف ديال الناس كيعانيو من أنهم كيديرو بزاف ديال التمارين ديال البطن، وكيعياهم يخدمو في أي سيري كيكيدير النهار ديال العضلة. كاين كيدير يومين كاين كيخدم لي زابور في الحركات ديال عضلات البطن، ولكن ما كتكونش نتيجة، ما كيشوفش عضلات البطن ديالو ما كتهضرش بالشكل اللي هو تيطمح، وديما كيكون عندو الدهون. هاد النقطة اللي خصنا نركزو عليها مزيان، أنه شوف التمارين ديال عضلات البطن مهمين ولكن بوحدهم ما كافيينش، دارو ضروري خصك دير الحركات ديال الكارديو، الحركات ديال حرق الدهون، سواء على مستوى البطن أو على مستوى الأظافر أو يعني أي منطقة أنت تعاني منها، يعني كتعاني فيها من دهون متراكمة، ضروري خصك تتعامل دوك التمارين اللي كدير لها تعامل يعني التمارين ديال حرق الدهون وديال الكارديو. باش نخصص هاد الحصة ان شاء الله اليوم يكون فيها التمارين اللي هما جد جد قاسية وفيهم خدمة نيتية بصح، وغادي يحرقوا لنا الدهون بواحد السرعة، وان شاء الله إلا درتو هاد البرنامج لمدة ديال الأسبوع غادي تلقاو واحد الفرق اللي هو كبير. ونبداو ونروحو عليكم، نبداو الحصة، تابعوا معايا الحصة، غادي نخدمو ان شاء الله واحد الوقت باش نخدمو كيف ما العادة 20 ثانية الخدمة 10 ديال التمارين بالراحة، وعلى بركة الله غادي نبداو. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ¡Gracias!
إذا أعجبك الفيديو لا تنسى زر الإعجاب والتعليق، وللمزيد اشترك بالقناة ليصلك كل جديد.